يعني نحن ليس هذه ليست أول مرة سنقدم فيها المساعدات. نحن موجودون في سوريا في جميع المناطق منذ أعوام ومنذ حتى قبل الأزمة، ولدينا شركاء على الأرض وزملاء موجودون على الأرض ويحاولون بقدر الاستطاعة الوصول، ولكن يعني يجب أن نكون أيضا موضوعيين ويجب أن نكون واقعيين. هناك عقبات قوية، هناك عقبات الوصول بسبب كل الظروف التي حضرتك ذكرتها، هناك أحيانا تمويل أيضا. يعني نحن حتى قبل هذه الفاجعة كانت لدينا صعوبة في إيصال المساعدات الشتوية، لأن المساعدات برامج المساعدات الشتوية كان يجب أن يصل لأكثر من 3.4 مليون نازح ولاجئ في سوريا والمنطقة، ولكن للأسف لم نتمكن سوى الوصول إلى 1.9 يعني مليونين. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك تمويل كافي، وهذا أيضا جزء من المشكلة. يجب أن يكون هناك نهضة في تقديم المساعدات للسوريين واللاجئين والنازحين، لأن هذا وقت ظرف صعب جدا جدا، وعلى الجميع مساندتهم. نحن دائما نقول الاحتياجات الإنسانية يجب أن تكون بعيدا عن السياسة، وهذه اللحظة بالذات هي اللحظة التي يجب أن نضع السياسة جانبا ونكثف جهودنا لتلبية احتياجاتهم الإنسانية. أشكرك جزيل الشكر من عمان رولا الأمين، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.